معكم أصدقائي من لاكي بوتر في كواليتي. أحياناً من نقدم على وظيفة حاطين ببالنا عدد من الأسئلة اللي ممكن تنسألنا، يعني من يسألوك ما هي نقاط ضعفك، شلون تحول نقاط ضعفك وتجملها وتغلفها بطريقة بأنه لا هي تكون مصدر قوة. هاي أول نقطة، تكون واعي لنقطة ضعفك. ثاني شيء، حاط خطة على مود تتجاوز هاي نقاط الضعف. مثلا واحدة من النقاط الضعف ممكن تقدر تقول أني من النوع أدقق بشدة. هاي النقطة هي بيها شقين. الشق الأول أنه هذا شخص جيد لأنه حيطلعنا من المشاكل الصغيرة ويقدر يتلافاها لأنه هو شديد الدقة، ولكن بنفس الوقت احذر من الشق الثاني، معناها هذا الشخص يضيع وقت كثير على التفاصيل الدقيقة وينسى الصورة الكبيرة. هاي حتأثر لك على الموعد النهائي للعمل. طيب انت شلون حصيغ له تقلل من هاي الصفة السيئة انت معتبرها بالنسبة لك؟ اعرف وحدة من نقاط ضعفي بانه كثير الدقة، وادقق على العمل قبل وصوله للموعد النهائي واكون اركز. حاط ببالي بانه شلون اوجه نفسي للصورة الاكبر واقلل نوعا ما من الدقة على التفاصيل الصغيرة، واحاول اوازن بين الدقة في العمل الصورة الكبيرة للعمل. انت بهاي اللقطة انطيت انطباع بانه انت حاب توازن، انت تعرف ايش تسوي، فانت حتكون هاي النقطة ايجابية لك وليس سلبية. وممكن تعتمد مثال اخر اللي هو بانه ممكن تقول انا ما اقدر اقول لا. انت حتبين نقطتين بلا. النقطة الاولى بانه هذا الشخص يحب العمل ويحب يساعد زملائه، او اي واحد ينطي عمل هو ما حيقول لا، ونقدر نزيد عليه الشغل، وخاصة بايام ضغط الشغل ما عنده مشكلة. ولكن انتبه، الشغلة الثانية اللي حتأثر عليك هي بانه هذا الشخص ما عنده حدود. هذا الشخص يقدر يقول كلمة لا، وحيحط نفسه بموقف بأنه يكون مضغوط وحيطلب المساعدة بالأخير لأنه ما يقدر ينهي عمله بالوقت المحدد. طيب شلون تحول هاي النقطة لصالحك وتسوي توازن؟ وشلون تبين لهم بأنه أنت حاط ببالك حجم الأعمال الملقاة عليك وشلون بأنه تقدر تساعد أو لا؟ وبهالطريقة ممكن تقدر تقول بأنه أنا أكبر نقاط ضعفي ما أقدر أقول لا للأشخاص اللي يطلبون مساعدتي بالعمل. زملائي، مديري، أصدقائي، أنا لازم أنجز العمل. بس أنا بعد تجربتي وشفت بأنه أنا لا دا أصاب بإرهاق ودا أتعب. شوف أنت هاي النقطة قلتها لأنه أحياناً المقابل لو وياك المقابلة ينتظر يسمع جمل معينة وراها ايش تبدي تقول له، تبدي تقول له خطة العمل. مثلاً نزلت تطبيق ينظم لي الأمور المطلوبة مني ويحدد لي أهميتها والوقت اللازم يسلم بيها. فأي واحد يطلب مني عمل أشوف جدول أعمالي الأول اللي عندي من خلال هذا التطبيق، أشوفه يسمح أو لا، وعلى ضمنها بأنه إذا أقدر عندي وقت أساعد حساعده، وإذا لا فأني مضطر أكمل وأنجز أعمالي. أنت هنا بينت بأنه أنت فكرت بطريقة حل ووازنت. بالنهاية أنت مطلوب منك أعمال ولازم تنجزها بالوقت المحدد. غيرها من الأشياء، إحنا كل واحد بينا عنده نقاط ضعف. اكتشف وحاول تكون صادق. هي هاي مو حيل على العمل للحصول على الوظيفة، يعني ما أحب أسميها بهاي الطريقة. قبل أي مقابلة تعرف نقاط ضعفك تحديد وتفكر بطريقة تجاوب عليها في حالة إن سألت عن هذا الموضوع. تكون أنت مجهز نقاط الضعف واللي هي صارت نقاط قوتك. شكرا جزيلا لكم أصدقائي المتابعتي من سلسلة الجودة مع سندس. وإذا حاب تعرف شلون تنمي الثقة بالنفس أو تعرف نوع شخصيتك بالإدارة، تقدر تشوف باقي الفيديوهات من سلسلة الجودة مع سندس. شكرا لكم ودمتم بخير وصحة.